بونجور، اليوم بدي اشرح لينوت تونال لينوت مودال، شو الفرق بيناتهم؟ بداية رح بلش بالنوت تونال. لينوت تونال هن يلي بكتب عليهم لينوت توت لينوت دو لا جام. بناخذ الجام تيب دو دو ماجور، البريمير دوغري، كاتيام، سانكيام دوغري، هاو بنسميهم لي دوغري تونال. ليه بنسميهم لي دوغري تونال؟ نحن ما تعلمنا بفيديو انه كل سون جينيراتور الو دو سون هارمونيك، اذا عم نحكي اكورد دو تروا سون. البرومي سون جينيراتور هو الدو، بيولد برومي سون هارمونيك السول، دوزيام سون هارمونيك هو المي. زيد شي نوتة الفا بتولد هي كسون جينيراتور بتولد الدو برومي سون هارمونيك، اون دوزيام ليو بدرجة تانية بتولد لا دوزيام سون هارمونيك. السول هي فيها تكون مثل ما قلنا هون برومي سون هارمونيك، وفيها تكون سون جينيراتور بتولد السول، سول بتولد الري برومي سون هارمونيك وبتولد السي. هيك اذا بنطلع نحن مثلا دو بنشوفها هون وبنشوفها يعني سون جينيراتور بنشوفها دو برومي سون هارمونيك، وزيت شي سول بنشوفها برومي سون هارمونيك وفيها تكون سون جينيراتور. هلا اذا بناخذ نوتات يلي كانوا سون جينيراتور او دي سون هارمونيك، il forme la gamme de do majeur. يعني المي شفناها هون، الري اجت من السول دوزيام سون هارمونيك دو سول، الفا سون جينيراتور، السول سون جينيراتور و سون برومي سون هارمونيك دو دو، لا دوزيام سون هارمونيك دو فا، السي دوزيام سون هارمونيك دو سول. من هيك بروميير دوغري، كاتريام دوغري، سانكيام دوغري بنسميهم لي نوت تونال لانه هن بيحددوا الجام. بينما لي نوت مودال هن بيحددوا المود اذا ماجور او مينور، يعني هن تروازيام دوغري وسيزيام دوغري. بروميير دوغري، باردون، تروازيام دوغري يلي هي هون المي يلي هي لا، يعني انا اذا دقيت هالجام بنلاحظ الفرق انه هون مي بكار لا بكار، بينما هون وطيت انا تروازيام دوغري وكمان زيت شي وطيت سيزيام دوغري. هولي حددوا المود، يعني صرت انا هون بمود مينور دو دو، هون مود ماجور دو دو، يعني هيدي دو ماجور وهيدي دو مينور. فوالا، بتامل انه تكونوا فهمتوا الفرق بين النوت مودال. بعد في شغله كمان بدي زيدها، انه ممكن انا بالمينور ميلوديك اساندون علي اللابيكار، يعني هيدي اللابيكار يلي انتم شايفينها فيني انا اعملها لا ناتوريل بس بضلوا مينور. هيدا بنسميه مينور ميلوديك اساندون. فاذا اون بروميير ليو هي تروازيام دوغري، بدرجه اولى تروازيام دوغري، يعني ما في غير فيها، بينما سيزيام دوغري مثل ما شفتوا درت عليتها. هلا حرجع ردها انا بمول، نحن نرجع نسمع للمره الاخيره. يعطيكم العافيه.